السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان ديالي كيف دايرين؟ صحتكم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تكونوا في احسن الاحوال. عواشركم مبروك، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمنوا ان شاء الله يا ربي. بغيت نقول لكم واحد الحاجه البنات اللي وقعت ليا انا والزوج ديالي، وبغيتكم انكم تردوا البال. صراحه الله ردوا البال لواحد الدرجه ما كتصورش. اليوم في الصباح يوم الاحد نهار 19/3/2023 بالضبط الساعه 9 البنات، يعني انا عطيتكم الوقت والساعه بالضبط اللي وقعت فيها هذا الشيء هذا اللي غنقول لكم. كنا صراحه يعني انا نهار الاحد كنكون جالسه راجلي حتى هو، قلنا زعما باقي الحال يعني غنوضو غنتقداو راه باين داكشي اللي غنديرو. حتى كيصوني علينا التليفون واحد النمره اللي هي اصلا مجهوله ما دخلش عند راجلي، قال لي هاد النمره ديال ما كنعرفهاش. قلت له ما تجاوب زعما على اساس راه نهار الحد اللي فهمتي يكونوا الناس الخدمه ولا شي حاجه. قلت له صافي بلا ما تجاوب بلا ما ديرونجي راسك، يعني النمره طولات ويقول لي نجاوب نشوف شكون ما عرفنا شنو زعما شنو كاين، حيت ما غيتصل فيك ما غيتصل بك فهاد الوقيته هادي غير اللي محتاجك اولا اللي باغي شي حاجه. قلت له صافي جاوب واحد السيد دونك كان حنا يعني حنا ما عارفينش هذيك النمره اصلا ديال من، حتى كان واحد السيد كنتفاجئوا به. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي النمره عندك من انوي؟ قال ليه راجلي من انوي هادي. قال له شحال هادي ويا عندي؟ قال ليه راك ربحتي معنا جائزه ديال 20000 درهم. ما هي 5000، ما هي 6000 درهم، ما هي 10000 ريال، ما هي والو، 20000 درهم. راجلي عاقبه انه نصاب، ويقول لي سيدي واخا مرحبا. قال له شنو المطلوب مني؟ قال لي سيدي واش انت في الرباط ولا ماشي في الرباط؟ الا ما كنتيش في الرباط غادي نصيفطو لك داك المبلغ في كونط بونكير ديالك، والا كنتي في الرباط راه غادي نصيفطو لك داك المبلغ في كونط بونكير، يعني في كلتا الحالتين غادي توصل ديك 20000 درهم. قال لي راجلي حتى هو بقى غادي معاه في داك السيستم. قال لي مرحبا ماشي مشكل واخا. ويقول لي عافاك دابا سيدي غادي، هذاك السيد اللي كيهضر دابا قال له عافاك غادي تعطيني الكود ديال لاكارت ناسيونال ديالك، السير ديال لاكارت ناسيونال، وغتعطيني الكود ديال لاكارت بونكير ديالك والاسم والنسب ديالك بالتفصيل. قال لي باش غادي نرسلو لك داك المبلغ اللي انت ربحتي معنا كجائزه ديال انوي. قال لي راجلي قال له لا زعما هادشي هذا بالضبط انني نكون في الرباط. قال له لا واخا ما تكونش في الرباط ترسل لينا هاد المعلومات ديالك فهاد النمره هادي باش نصيفطو لك الهديه ديالك. صافي تما يعني ديجا راجلي عارفو انه نصاب، وتما تاكدنا بلي انه هذا نصاب من طراز الرافع البنات، يعني الطريقه باش دخل وباش هدر وباش يعني عارف النمره ديال انوي عند راجلي، وديك النمره ديال انوي عند راجلي راه سنين هادي، ما نقولكش عام ولا عامين، راه 3 سنين هادي، وكانوا داوها له في انوي ومشى للاجونس وعاود دار لهم الحاله تما في لاجونس، لان النمره ديالو كانوا باعوها لواحد الراجل اخر وراجلي باقي خدام بها. مشى دار لهم حاله قال لهم بلي انا ديجا زعما داير لي معاكم سميتو كونطرا ديال النمره، انها النمره ديالي وهذا، وانتم هزيتو بعتوها لسيد واحد اخر. عاد من بعد ولاو فهادوك يعني ولي كنا كنصيفطو مثلا في الواتساب كتصيفط واحد الراجل اخر ماشي لراجلي، وراجلي خدام بديك النمره نفسها. المهم ما علينا. دونك انا البنات اللي بغيت نقول لكم انا غادي نحط البنات النمره في الفيديو، غادي نخليها لكم باش غادي تعرفوا النمره. في الاخر من عقبه راجلي قال لي واش محشومش عليه؟ قال لي العواشر هادي وكتنصبوا على عباد الله ما كتخافوش من الله هادي. هو يبدا داك السيد الاخر بدا بواحد الهضره ما نقولش لكم البنات، واحد زعما والله خوتي كنهضر اون جينيرال دابا بنات ودراري، الى واحد الهضره دون مستوى، يعني ما انا تعصبت، انا مره تعصبت. راجلي قال لي واش زعما واش هذا؟ قال لي دابا غادي يعصبني يعني ما كنعرفو ما عارف لا سميتو. انا الحاجه الوحيده اللي قلت ليه راه الفيديو مسجل وغادي نتابعوك عند البوليس، وفين ما كنتي غادي تجبد، كاينه شرطه الكترونيه، كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي يجبدوك فين ما كنتي. صافي هو يقطع. انا البنات قلت لراجلي صراحه الله غادي غندير فيديو
وغنحط انا متعمده واكسبري غنحط هاد النمره ديال هاد السيد ولا ما نقولش هاد السيد هاد الشفار هذا غنحط البنات النمره ديالو واي وحده البنات تصيفط الفيديو لعائلتها تصيفطوا للناس الكبار احنا مازال ديجون عارفين هادشي هذا يعني فيه نصب واحتيال كاينه مرا كبيره مسكينه يقدر يقول لها ولا راجل كبير يقول له فوالا راك ربحتي معنا عمره ولا ربحتي معنا كذا وكذا غادي تيقو غادي يصيفطوا لي لا كارت ناسيونال غادي يصيفطوا لي المعلومات ديالهم مساكن وغينصب عليهم فلهذا البنات اي واحد عندكم في العائله بارطاجيو هاد لا فيديو هذا الله يرحم ليكم الوالدين وهاد العواشر بارطاجيو لا فيديو حيت ما نبغيش البنات ما نبغيش انا براسي امي ولا جده ولا واحد من عائلتي تنصب علي انا داكشي علاش درت هاد الفيديو هذا ما عمر بحال هاد الفيديوهات كانوا في القناه ديالي فلهذا اليوم درتو البنات باش البنات والاخوان كاملين يعرفوا شنو كاين المهم انا غنخلي لكم النمره وغنخلي لكم واحد المقطع من ديك لا فيديو اللي هضرنا فيه حيت ما غاديش نحطو كامل حيت كاين فيه شي كلام اللي حاشا لله واش انني نقدر نحطو في القناه ديالي صراحه الله انا نحشم بلاصتو سورتو الى هاد لا فيديو تبارطاجاو وشافو انا غنحشم بلاصتو وغنحشم بلاصتو وغنحشم بلاصتو ان ديك الهضره تقال المهم خوت هادشي اللي بغيت نقول لكم ما ديروش مني قلت صواب وصراحه الله يهدي الشي بعد البشر الله يهديهم كينصبوا على الناس هكا عين بعين راه الناس راه مساكن كاين اللي محتاج كاين اللي ما عندوش كاين اللي انت غتنصب عليه غادي يقول اه مسكين همزه جابها الله العواشر هذه باش غادي نكون مع وليداتي هذا فلهذا الله يرحم الوالدين لدوك الناس الله يرحم لكم الوالدين الناس اللي كتنصبوا على عباد الله خذوا بعين الاعتبار هادشي اللي كديروا حاولوا انكم تفكروا غير شويه الله يرحم لكم الوالدين وهنا غيسالي البنات ولا فيديو تنبغي نقول لكم بارطاجيو لا فيديو الله يرحم لكم الوالدين ماشي على وديت قناتي ماشي على وديت انا ما عمري ما قلت لكم بارطاجيو شي فيديو ولا شي حاجه ولكن هذا راه نصب واحتيال من طرف مجهول راه اي واحد يمكن يطيح في هذا الفخ ما نكثرش عليكم الهضره البنات وشكرا لكم بزاف بزاف ونتلاقاو ان شاء الله فيديو زوين وفيديو جديد مع تحضيرات ديال رمضان مع السلامه عليكم تهلاو في ريوسكم الاجونس كنتي في شي مدينه اخرى كنكتيفيوها لك عن طريق الحساب البنكي لا انا خويا في الرباط في الرباط يا خويا وي انا في الرباط اخويا في الرباط عندك شي حساب بنكي فاش غادي تاكتيفي الجائزه ديالك عندي الحساب اخويا البنكي